النهارده لا، الاستراتيجيه عندنا 5 محاور. اهم المحاور ليها الشمول المالي، لان ده جزء من خطه الدوله، والحمد لله هنتكلم عليها واتعمل فيها شغل كتير. هنتكلم على التوسع الخارجي دوليا، احنا رحنا الصين ورحنا روسيا ورحنا افريقيا وما زلنا، وعندنا خطه كبيره قوي للتوسع، فده متمشيه معاها، متمشيه مع تواجد الدوله. يعني افريقيا بالنسبه لنا اولويه، لاهميه افريقيا بالنسبه للاقتصاد والسياسه المصريه، فتواجدنا هناك مهم وحيوي جدا، وشايفين ده سوق واعد وليس السوق الوحيد كمان. يعني هقول رحنا طب ليه رحنا الصين اكبر اقتصاد، ليه رحنا روسيا برضو في تعاملات، حجم تعاملات كبير في سلع كتيره، فاحنا بنتمشي برضو مع حجم التجاره المصريه وتوجه المصدرين، هم ايه الاسواق اللي عايزين يفتحوها، ايه المواد الخام اللي عايزين يجيبوها منين. فده جزء تاني من المحور، محور النمو المستدام. يعني ايه نمو مستدام؟ انا عايز اكبر وعايز ادعم الاقتصاد، بس عايز اكون برضو كيان عندي استدامه في الربحيه بتاعتي، استدامه في المناخ مثلا. احنا بنعمل دلوقتي فروع فيها استدامه، بناخد عليها السيرتيفيكت، يعني ان هي جرين من اكتر من جهه، وفي فرعين جاهزين، فرع في المنصوره، ودلوقتي حتى الفروع الجديده بنعدل الكود يعني بتاعها. يمكن نتناول ده اكثر بالتفصيل في تفصيل شبكه الفروع البنك وخططكم ليها، لكن خلينا نرجع برضو لمحاور الاستراتيجيه بقيه الابتكار. وده اللي قلت لحضرتك، ده من الدي ان اي بتاع البنك من زمان، ان انت لازم تبتكر وتطلع منتجات جديده وتلاقي حلول غير تقليديه للمشاكل الموجوده. محور العميل، ان احنا بنبتدي بالعميل، احنا بنشوف العميل احتياجاته ايه، فاللي هو بيسموه كاستمر سنتريك ابروتش، انا ابتدي اشوف احتياجاته ايه واخلق له المنتج اللي هو يتناسب مع احتياجاته. احتياجاته بقى عايز ابسط له اجراءاته، عايز اسهل عليه ما يروحش البنك، يبقى من موبايله، يبقى دعم الشركات الصغيره والمتوسطه، وان يقدر يختار ابسط الاجراءات والمشروعات القوميه وغيره. فكل ده بيصب فعلا النمو المستدام بقيته هو لا هو جوه البنك، والنمو المستدام للدوله. صحيح. احنا جزء من كيان كبير، ودورنا عشان احنا بنك قومي حكومي، ان انا اكسب واشتغل على كده، اشتغل اكني بنك قطاع خاص، ولكن دايما حاطط في عيني ان انا لا، في بعد تاني، في بعد نمو في المشروعات القوميه اللي هي ممكن حاجات بنوك دعم الاقتصاد، البعد الاجتماعي من خلال المسؤوليه المجتمعيه. بالظبط، احنا صرفنا التماشي مع سياسه الدوله. بالظبط كده. التحول الرقمي، وده جزء مهم يعني برضو من سياسه الدوله ومن توجيهات طبعا سياده الرئيس، ودعم كبير من البنك المركزي، وتوجه داخل البنك، اللي احنا دايما لازم التحول الرقمي ده شيء حيوي، هيسر الاجراءات للمواطنين، هيدي لهم خدمات جديده هم محتاجينها، هيدخلهم في القطاع البنكي. في الابتكار ده هيساعدنا في جذب الشباب للبنوك، ما يخافوش من ان هو يتعامل مع بنك، فليه بعد كبير برضو ممكن نتكلم عليه كتير جدا هذا الموضوع.